طالب فيها بها في قانون 1/18 الذي رأى النور في نوفمبر 2002، طالبنا فيها في إطار قانون 03/06 الذي رأى النور في 19 يوليو 2003، ولكن استجاب المشرع المغربي في قانون 12/18 كما قلنا بدأ أن تعلو ابتداء من 23 نوفمبر 2014، ما بقاش المسألة الإدارية مزيان، أشنو ولا؟ ما بقاش جلسة البحث وجلسة الصلح وجلسة الحكم كانت في المسألة القضائية اللي كانت إلزامي وخص المعني بالأمر أن يجوز من هذه المرحلة، وإنما أصبحت واحد أنا مع المشرع المغربي شكرا له أنه فكر بهذه الطريقة، أنه هناك مسألة قبل ما يلجؤوا للمحكمة، وهي أنه في حالة إذا كان هناك مؤمنة حالة في إطار حوالي سير كيمشي كيدير مسألة الصلح، مسألة الصلح مع المقاولة المؤمنة في داخل أجل 31 يوم، وأنه سيجوا في أحد الأجل 30 يوم، وأنه في حالة لو وافق دائما كتحل واحد محضر الصلح وكيتحل المشاكل داخل المقاولة المؤمنة، وبالتالي هذا هو احنا في إطار ميثاق إصلاح منظومة العدالة حاليا راح غادي يحيد لنا واحد القضاة هما منهكون بكثرة الملفات، إذا غادي يحيد لنا بزاف الملفات اللي غادي يجيو للمحكمة تنتهي المسألة ديالهم داخل المقاولة المؤمنة بصلح ما بين الأجير أو الضحية وما بين شركة التأمين. مزيان، ولكن شركة المشرع اللي ما عندهاش تأمين، أشنو المشرع المغربي في إطار القانون الجديد قال؟ قال بأنها مو ممكن هذه المشغلة اللي ما عندهاش تأمين أنها تدير صلح أمام المحكمة، ولكن دائما باحترام المقتضيات القانونية ما يمكنش أنها تضر الضحية. تعويض اللي جا في القانون 12/18 واش بقى هو هو؟ ولكن هناك تغيير فيما يخص التعويضات. دائما لما نتحدث عن التعويض في إطار حوالي الشغل الأمر المهنية كنتحدث عن التعويض في حالة الجروح، وكانت نتحدث عن التعويض في حالة الوفاة أي بالنسبة لذوي الحقوق. بالنسبة للتعويض قانون 12/18 أبقى على نفس التعويض اللي هو منصوص عليه في قانون 03/06، لم يدخل عليه أي تغيير. دائما إذا كانت نسبة العجز أقل من 10% كي يأخذ إيراد وكذلك محول إلى رأس مال، بالطبع إذا كان الضحية غير رشيد الضحية رشيد، أما إذا كان غير رشيد يأخذ فقط نسبة العجز ما بين 10-30%، يأخذ نصف نسبة العجز ما بين 30-50%. كاين واحد الطريقة كنخفضوا بها نسبة العجز 15% زائد الفرق ما بين 30 ونسبة العجز زائد نصف الفرق، إذا هي عمليات حسابية مقننة مع النسخة التقديرية فيها في القضاء، فوق 50% إلى 100% دائما واحد العملية مقننة جميع المشاريع المغربية، وهي 45% زائد الفرق ما بين 50% ونسبة العجز، إذا نفس الطريقة أبقى على نفس قانون 03/06. فيما يخص الوفاة ذوي الحقوق كان هناك واحد التغييرات فيما يخص التعويض، التغييرات أنه أبقى على نفس ذوي الحقوق اللي هما منصوص عليهم حصرا وهما الزوج المتوفى عنه، الفروع أي الأبناء والأصول أي الآباء والأم والأجداد. إذا بالنسبة للجديد في هذا القانون 12/18 كان في القانون القديم تاع حوالي 63 بالنسبة للزوج المتوفى عنه كان كياخذ إذا كان العمر ديالو أقل من 60 سنة 30% من الأجر السنوي للهالك، وإلا كان عنده فوق 60 سنة فما فوق كان كياخذ 50% من الأجر السنوي للهالك. القانون الجديد كذلك جاء بتغييرات فيما يخص الفروع والأبناء. كان قبل في ظاهر الصفر 63 كان الإبن الواحد عنده 15%، الإبن الثاني 15%، وبعد ذلك اللي كان عنده أكثر من إبن 10%. بالنسبة للأبناء إلا ما كانش عنده أب وأم أي اللطيم هنا كياخذ 20% بالنسبة للإبن. هذا القانون الجديد جاء بأنه بالنسبة للإبن الأول كياخذ 20%، إذا طلع النسبة من الأجر السنوي لهذيك، الإبن الثاني كياخذ 20% من الأجر السنوي لهذيك، ثم 10% ثم 10% ثم 10%. بالنسبة لفاقد الأب والأم كان قبل في القانون القديم كان 20%، دابا حاليا أصبح 30%، وبالتالي كانت هناك واحد زيادة اللي هي تحسب القانون 12/18، وأنه قانون 12/18 رفع النسبة المستحقة ولا يستبد منها سواء الزوج المتوفى أو الفروع أو الأبناء. جاء هذا القانون الجديد وعطى الأصل
أي الأب والأم أو الجد أو الجدة أعطاهم 15% 15%، ولكن جاء قيد في الفصل أنه هذا الأصول ما يخصهمش يفوتوا 30% من الأجر السنوي للهادي. دائما قانون 12 على 18 أبقى على نفس النسبة بالنسبة للتعويضات ذوي الحقوق، ما خصهمش يفوتوا 85% من الأجر السنوي للهادي، وإلا كانوا خصو يتخفض لهم هذا النسب كما هو منصوص عليه في الفصل 133 من ظهير 6 فبراير 1963. إذا القاضي في حالة الإبقاء ما كان حكمه إلا بالأجرة السنوية 12 شهر قبل الحادثة. الضحية ما كانش عنده أجرة سنة قبل الحادثة بالطبع، كان محكمة النقد مشات لأنه يطبق الحد الأدنى للأجر. إذا كان الضحية عنده أجر أقل من الحد الأدنى للأجر، تلقائيا المحكمة كترفعه إلى الحد الأدنى للأجر. القانون 12 18 أبقى على نفس مقتضيات الفصل 117 من ظهير 6 فبراير 63 أن الأجرة السنوية لا تؤخذ بكاملها، وإنما إذا وصلت إلى حد معين حسب الأحوال حسب الأجرة تخفض إلى الثلث أو الثمن. كذلك القانون 12 18 أبقى على نفس التعويضات كما هي مسطرة فيما يخص التعويضات اليومية. كنعرفوا أنه إذا طرأت حادثة للضحية أو مرض مهني أو مريض مرض مهني، المشغل إذا كان عنده تأمين ما كيبقاش يخلصو، كيدخل المؤمنة هي اللي كتولي تأديلو، ما تنقولوش أجر وإنما ما يسمى بالتعويضات اليومية. التعويضات اليومية كانت في إطار قانون القديم من حوالي الشغل، كانت نصف الأجرة اليومية حتى 28 يوم، ابتداء من 28 يوم ثلثين. جاء قانون 118 وقال بأنه التعويضات اليومية التي استحق الضحية المصاب بحادثة شغل أو مرض مهني هي ثلثي الأجر اليومي. المشرع المغربي أبقى على نفس المقتضيات في قانون 3.03.06 وأبقى كذلك على نفس المقتضيات في قانون 12 على 18.